السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مي عبد الفتاح من قناة كبسولة طبية. إن شاء الله يا جماعة ناخد مع بعض كورس كده الكانسر بيولوجي. تمام؟ طيب هنتكلم عن إيه؟ أول حاجة كده بس في أول محاضرة هنتكلم عن شوية أساسيات في الكورس ده، وإن شاء الله بإذن الله هنحاول نشرح الكورس كاملا. يا ريت تدعمونا كده بلايك وتعليقات كده حلوة، لأن إحنا بنتعب كتير في المحتوى ده. طيب مبدئيا كده أنا عايزة أعرف يعني إيه خلية كانسر؟ خلية سرطان يعني ايه؟ طب هي ايه الفرق بينها وبين النورمال سيل، الخلية العادية خالص؟ ما في الموضوع يا جماعة. انا عندي النورمال سيل ده بتبقى عاملة ازاي؟ بص كده، انا عايزك تخيل معايا الامر. جسمك بيبقى عامل زي الحيطة اللي مليانة طوب. الحيطة دي جسمك، الطوب ده الخلايا. فانت ملاحظ ايه؟ ان الطوب ما بين الطوبة والطوبة في ايه؟ في اسمنت، صح؟ في وصلة. نفس الكلام برضو الخلايا بتاعت الجسم متصلة مع بعض. وبعدين قالك ان الخلية الطبيعية النورمال سيل، بص بقى عايزك كده تفتح لي عينيك وتركز قوي وامشي معايا بالسهل. طيب بيقولك ان النورمال سيل دي يا جماعة زي كوميونيكيت ويز اذر، يعني ايه؟ يعني الخلايا دي بتتصل مع بعض، كوميونيكيت مع بعض، متوصلين مع بعض. متوصلين مع بعض ازاي؟ بيقولك ايه، انا دلوقتي الخلية دي بيجي لها خليه مثلا معينه، بيجي لها سيجنال معينه، كيميكال سيجنال، اشارات كيميائيه، حاجات معينه ترتبط بالخليه تديها اوامر. يعني دلوقتي يبقى الخلايا مع بعض بيتصلوا عن طريق ايه؟ عن طريق ان في سيجنال، في اشارات معينه خليه تبعتها لاختها. يبقى الخليه تبعت لاختها اشاره معينه تقول لها مثلا انوي، يعني خلي فيه جروس، خلي فيه نمو، يعني كوني لي اكتر من خليه. دي خلية تقول الخلية اللي جنبها، او ممكن تقول لها ايه، او الخلية تبعت اشارة للخلية اللي جنبها تقول لها ايه، خلاص كفاية، ما يعني ما تعمليش عملية نمو تاني، خلاص كفاية، وقفي انتاج. فدي اسمها كيميكال سيجنال، اشارات الخلايا بتعمل كوميونيكيت مع بعض عن طريقها. تمام؟ فبيقول لك with the help of this signal، بمساعدة الاشارات دي احنا بنعرف نخلي ان النورمال سيل الخلية العادية بيحصلها ملتبلاي، يعني بتزيد في العدد وبيحصل انقسام في الخلية، او ليها بتوقف. خلي بالك، ما هي لو الخلية فضلت يحصل لها انقسام ملتبلاي، تضاعف كتير في العدد، هيتحول بعد كده كانسر سيل. لو هي فضلت تضاعف في العدد ومفيش عندها ما بتقفش، ومش يعني مش بتقف عند ليميت معين، وعماله ومش بتركز في الاشارات اللي جايه لها، وعماله تكمل في النمو، دي كده بقت كانسر سيل. وده اللي احنا بنقول عليه دلوقتي. بيقول لك ايه بقى ده كده نورمال سيل. طب الكانسر سيل، بيقول لك لا، الكانسر سيل ده بيبقى زي لوث، فقدت بشكل ايه؟ بارتيشن، معناها بشكل جزئي القدره ان هي تعمل كوميونيكيت مع الخلايا. بمعنى ان الخليه يجي لها اشاره، يجي لها سيجنال، كيميكال سيجنال، يجي لها اشاره كيميائيه من الخليه اللي جنبيها تقول لها خلاص كفايه، بطل نمو، بطل زياده في العدد، وهي ولا هنا، هي مش مركزه، هي مش عارفه تاخد الاشاره دي، هي مش عارفه تنفذها. هو ده الكانسر سيل. فيفضل يحصل ايه في الخلايا؟ تفضل تزيد 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 تزيد، دي مشكله طبعا. فبيقول لك ايه، زي لوس، هي فقدت السنسيتيفيتي، الحساسيه تو انتي جروس فاكتور. يعني ايه؟ يعني الخليه مثلا بتقول للخليه اللي جنبها خلاص كفايه، تديها اشاره معينه او تديها حاجه اسمها انتي جروس فاكتور، عوامل بتقول لها انتي جروس، يعني وقفي نمو، خلاص كفايه، ما تزيدش في العدد اكتر من كده. بس للاسف الكانسر سيل بتبقى مش عندها القدره ان هي تستجيب للايه، للسيجنالز دي. بعد كده بيقول لك ايه، النورمال سيل برضو زي مينتين ذا ريليشن شيب وذ ذا سيلز اراوند عن طريق ستيكينج توجذر. بيقول لك ان الخلايا تبقى ستيكينج توجذر، يعني تبقى ستيكينج يعني ايه؟ يعني متصقه مع بعض، قريبين مع بعض. فاحنا بنسمي الظاهره دي اسمها ايه؟ كونتاكت انهيبيشن. تمام؟ بيقول لك ان التواصل الخلايا مع بعض ده بعد كده بيعمل ايه؟ بريفنتس، بيمنع الانسيسري سيل بليفريشن اند اوفر جروس. يعني عشان الخلايا دي متوصله مع بعض، فاذا الخلايا دي عندها فينومينا اسمها كونتاكت انهيبيشن. معناها ايه؟ معناها ان نتيجه الاتصال ما بين الخلايا، دلوقتي بيحصل بريفنت، بيحصل منع ان الخلايا تزيد بشكل انسيسري، يعني بشكل مش ضروري. الخلايا عماله تزيد تزيد تزيد، فعشان في اتصال فالخلايا اذا بتستجيب لاشارات بعض ومش بتزيد. لكن في الناحيه الثانيه في الكانسر سيل، لا ده زي لوس، هي فقدت الكونتاكت ده،
الخلايا مع بعض فقط الاتصال مع بعض ده. فبالتالي الان بص هنا بيقول لك ايه unnecessary cell proliferation، يعني معناها ايه؟ معناها unnecessary cell proliferation معناها الزياده الغير ضروريه والاوفر كروس والزياده في العدد بتاع السيلز للاسف ما اتمنعش، ما وقفش السيجنال الاشارات ما عرفتش توصل للخليه ان تقول لها خلاص كفايه زياده كفايه. ده كده كان اول سلايد معايا. ويا جماعه خلي بالكم انا يعني لو في ان شاء الله في حد بيتابع باذن الله لو في حاجه مش فاهمه اكتب لي في الكومنت، لو في محتوى معين انت عايزه او في محاضرات معينه بالنسبه لك صعبه جدا ابعتها لي عادي وانا هشرحها لك، مش مشكله عندي خالص. طيب بعد كده ما عايز نتكلم يبقى احنا كده ان يعني كانسر سيل يعني خليه عماله تزيد 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 ومش ما فيش كنترول عندها. طيب بعد كده بقول لك ان انا عندي في كلاسيفيكيشن اوف كانسر، يعني في بقى في تصنيف للكانسر ده في انواع مختلفه. قال لك والله انا عندي في حاجه اسمها ايه الكارسينوما ده نوع من انواع الكانسر، وحاجه اسمها الليمفوما ده نوع من انواع الكانسر. طيب يعني ايه الليمفوما؟ مبدئيا كده انا عندي في جهاز في الجسم بتاعي اسمه جهاز المناعي. يعني ايه جهاز مناعي؟ والله يا باشا دلوقتي لو حصل لك اي حاجه، طب انت ازاي بتواجه المرض، بتواجه الفيروس، بتواجه البكتيريا، ازاي بتواجهها؟ عن طريق الليمفاتيك سيستم، الجهاز المناعي بتاعك بيتدخل. فانا عندي في حاجه اسمها الليمفوما. اذا الليمفوما معناها كانسر، يعني السرطان ده حصل فين؟ في الجهاز المناعي بتاع حضرتك، يعني في الجهاز المناعي. طبعا دي مصيبه حصل فيه كانسر. طب ازاي؟ تعرف اسالك الحاجه الاول ان الجهاز المناعي ده بيشمل ايه؟ بيشمل كبد الطحال، بيشمل الجهاز المناعي شكله عامل ازاي قدامك، بيبقى عباره عن ايه؟ شايف الجهاز الاخضر ده؟ بيبقى عباره عن اوعيه اسمها اوعيه ليمفاويه، بيبقى جواها سائل اسمه الليمف، وفي نقط كده، في نقط صغننه. عارفين يا شباب لما بنلاقي حد ناحيه رقبته كده في انتفاخ، فبيقول لك ده عنده التهاب في الغدد الليمفاويه فمنفوخه. فانا عندي فينا غدد ليمفاويه، وعندي هنا حاجه اسمها الليمف نود، الايه العقد الليمفاويه اهي، ادي العقد، ادي عقد، ادي عقد، ادي عقد، ادي عقد، عقد الليمفاويه اهي. في كل العقد الليمفاويه شايف بتبقى حاجه عامله زي ايه؟ عامله شبه العدسايه منتشره في الجسم كله. تمام، ادي العقد الايه الليمف نود، العقد الليمفاويه. هو الجسم المناعي عباره عن ايه؟ عباره عن الطحال، العقد الليمفاويه عباره عن البتاع ده اللي هو الخراطيم دي، اللي هو السائل اللي هو اسمه الليمف فيزل، اللي هو الاوعيه الليمفاويه اللي بيبقى جواها سائل اسمه الليمف. بيبقى السائل ده شباب شبه الدم، ولكن ما فيهوش كرات دم حمراء، بيبقى فيه كرات دم بيضاء وهكذا. طيب ايه اللي بيحصل برضو؟ بيقول لك ان انا عندي الجهاز الليمفاوي ده بيبقى فيه خلايا اسمها الليمفوسايت، من اسمها كده الليمفوسايت يعني خلايا ليمفاويه، وخصوصا الوايت بلاد سيل. فبيقول لك ان الخلايا بقى دي تتحول، بيحصل لها ميوتيت. يعني ايه ميوتيت؟ يعني بيحصل لها طفره او مش طفره، بيحصل لها تحور، بتحور شكلها لكانسر سيل، خلايا ايه مش طبيعيه. هو ده الليمفوما يا اولاد. يبقى الليمفوما معناها ان الكانسر ضرب عندي مين؟ الجهاز المناعي. طيب تاني نوع من انواع الكانسر حاجه اسمها الكارسينوما. يعني ايه كارسينوما يا جماعه؟ طب تعالى بص هنا، ده الشكل قدامنا ده شباب شكل الجلد بتاع ده السكن. السكن عباره عن ايه؟ عباره عن طبقه اهي الدرم، وطبقه الدرم، وطبقه تحت اللي هي فات او بيسموها الهايبوديرم، اللي هي الطبقه اللي تحت الايه الادمه. طيب الايبيدرم يا شباب عباره عن ايه؟ فيها خلايا اهي. اي الخلايا دي؟ هنا في خلايا سكوامس. يعني ايه سكوامس؟ يعني خلايا طلائيه. فبيقول لك ان الكارسينوما، الكارسينوما ده دي بتحصل فين؟ الكانسر ده او زياده عدد الخلايا ده بيحصل فين؟ بيحصل في الطبقه اللي فيها الابيسيليا، اللي فيها السكوامس ايه ابيسيليا. طب تعالى كده بسم الله شوف لك ايه بقى. بيقول لك الكارسينوما، هوريك الصوره تاني، ازا كانسر. مبدئيا ده كده ده نوع من انواع الكانسر. بيحصل فين الكانسر ده؟ في الايه؟ في الابيسيليا. ثانيه واحده يا شباب، تعالى بسم الله. قال لك الكارسينوما ده ماله بقى؟ ده كانسر. ازا كانسر؟ ده كانسر بيحصل فين؟ في الابيسيليا، في الطبقه الابيسيليا. يعني ايه ابيسيليا؟ اخدناها قبل كده يا شباب في سنه اولى، معناها الخلايا التشو التلائي. من عندي انواع انسجه في جسمي. يعني نسيج اصلا؟ نسيج يعني مجموعه خلايا مع بعض ليها شكل معين وبتعمل وظيفه معينه. فاحدى انواع الانسجه اللي في جسمي اسمها الابيسيليا الطلائيه. طيب بيقول لك ان الابيسيليا دي يبقى اذا الكارسينوما يعني كانسر بيضرب في الخلايا الطلائيه. طيب هي الخلايا الطلائيه دي موجوده فين؟ بيقول لك والله بتعمل ايه؟ بتبقى موجوده في الاورجنز، بتبطن لاينز للاورجنز، بتبطن الاورجنز معينه. ايه الاورجنز بقى؟ ايه والله يقول لك ممكن عارف الانتستينال الانترنال باسوي باسجوي اللي هو ايه برضو؟ يعني بص بقى بيقول لك ان طبقه الابيسيليا دي ممكن تبطن
بتبطل عندك الاسوفجس المريء، يعني المريء ده لو احنا خدنا فيه قطعه تحت الميكروسكوب هنلاقي من انهم اتبطن دخلات الايه، اذا المريء بيحصل فيه سرطان. فالسرطان اللي بيحصل في طبقه الابيسيليا اللي في المريء بنسميه ايه؟ كارسينوما. تمام. طيب الابيسيليا، طبقه الابيسيليا دي موجوده فين تاني؟ موجوده في السكن. لسه شايفاها في الصوره من اللي فاتت، طبقه الابيسيليا موجوده في الجلد بتاعتنا. اذا برضو في احدى انواع السرطان بيبقى اسمه سرطان الجلد اللي هو الكارسينوما. تمام. الاحدى انواع الكارسينوما. طيب قال لك برضو، قال لك ان most cancer affecting your، يعني بيقول لك ان معظم الكانسر بتاع الكارسينوما ده بيأثر على ايه؟ بيأثر على السكن، اللي السكن فيه ابيسيليا، وبيأثر على البريست. وطبعا المشهور جدا سرطان الثدي البريست، عشان البريست برضو فيه ابيسيليا، في طبقه الابيسيليا. الكدني، الكليه برضو ممكن يحصل فيها كانسر. الليفر، اللونج، البنكرياس، البروستاتا طبعا دي برضو مشهوره جدا. الهيد سواء الراس او النك او هكذا. يبقى يا شباب احنا نفهم بقى يعني كارسينوما، يعني كانسر في طبقه الابيسيليا، والابيسيليا موجوده في اماكن كتير في جسمي، بتبطن حاجات كتير قوي في جسمي، بتبطن الاسوفجس، بتبطن الجلد هكذا. طب تعالى ارجع تاني الصوره معايا. بسم الله اهي، تعالى كده، ده احدى انواع الكارسينوما اهو، كارسينوما الجلد او بص سكواماس سيل كانسر. ان الكارسينوما هنا اصابت طبقه الابيديرما، يعني الابيديرما اللي هو طبقه البشره، طبقه البشره في الجلد عندك فيها ابيسيليا، طبقه فيها الابيسيليا اللي هو النسيج الطلائي. فهنا برضو حصل فيه ايه؟ شوف عدد زياده في العدد بتاع النورمال سيل، اتحولت بقت كانسر سيل، فبنسمي النوع ده كارسينوما. طيب بعد كده قلنا شايف الليمفوما من شويه اللي هو الكانسر بتاع الليمفاتيك سيستم في الجهاز الليمفاوي. طيب بعد كده لك برضو احدى، يبقى ده كده تاني، احنا كده اخدنا نوعين في الكانسر، سواء اخدنا الكارسينوما وخدنا الليمفوما. برضو عندنا في نوع تاني من الكانسر اسمه اللوكيميا، كلنا بنسمع عنه. بيقول لك ايه؟ التو سلايدز قدامك دي، سلايد منها دي نورمال بلاد، دم طبيعي جدا. الدم بتاعنا عباره عن ايه يا اولاد؟ عباره عن خلايا دم حمراء اهي، لونها احمر ليه؟ حتى يعني معلومه لنفسك، لونها احمر عشان جواها صبغه اسمها الهيموجلوبين، لونها احمر فهي بتلاقي لونها احمر. وعندك ايه؟ عندك خلايا دم حمراء وبيضاء اهي، والبلازما وصفائح دمويه، هو ده الدم بتاعنا. تمام. طيب قال لك ايه بقى؟ ده النورمال سيل، حاجه عاديه خالص. قال لك والله اللوكيميا معناها ان انا في وسط الخلايا الدم الحمراء بلاقي في خلايا كده كبيره اسمها لوكيميا سيل. ايه ده؟ ايه ده يعني ايه؟ بص بيقول لك ايه، اللوكيميا ده كانسر بيحصل في الدم، نوع من انواع الكانسر بتاع الدم. يعني ايه برضو؟ قال لك نتيجه ان في زياده رابيد جروس، في نمو زياده في الابنورمال بلاد سيل، في خلايا دم اتكونت بس خلايا دم للاسف مش طبيعيه، ابنورمال. تمام. طيب هو اصلا خلي بالك يعني الانكنترولد جروس ده، يعني النمو اللي مش طبيعي اللي مش متحكم فيه ده، الانكنترول حصل فين يا باشا؟ انت عندك الدم بتاعك بيتكون في البون ومر، اصلا بونو البون مرو، يبقى الدم بتاعك اصلا بيتكون فين؟ في البون مرو. فالزياده اللي مش طبيعيه في الدم ده حصلت فين؟ في خلايا الدم ده، حصل فين؟ في البون مرو. فده بنسميه اللوكيميا. تمام. بيقول لك ان اللوكيميا دي عباره عن ايه؟ يعني تبقى عباره عن خلايا دم بيضاء اماتيور، يعني شبه خلايا دم بيضاء كده، ولكن حاجه بس مش متطوره، يعني البون مارو بتاعك عمال يكون بشكل انكنترول جروس، بشكل مش يعني نمو مش مدروس او نمو مش متحكم فيه لخلايا دم اماتيور، مش خلايا دم طبيعيه ماتيور، لا اماتيور، مش بالغه او مش ناضجه. فدي بنسميها ايه؟ اللوكيميا. ولكن اللوكيميا دي برده بيحصل كتير جدا، حاجه شائعه في الشيلدرن، في الاطفال ماشي، وايه وبرده ممكن يحصل فين؟ في الادلت طبعا، ده اكيد يعني بيحصل في الادلت. تمام. في الايه وفي في الشيلدرن. طيب يبقى ده كده احنا اخذنا نوع الليمفوما واللوكيميا والكارسينوما. طيب في برده نوع تاني من انواع الكانسر، حاجه اسمها الايه؟ الميلوما. يعني ميلوما يا شباب؟ صلوا بقى على النبي صلى الله عليه وسلم. احنا قلنا من شويه ان انا عندي حاجه اسمها بون مارو. يعني بون مارو اصلا عشان لو حد مش عارف؟ يعني النخاع العظمي يا اولاد، اهو بص بون مارو كلمه هي قدامك اهي، هو ده النخاع العظمي. يعني النخاع العظمي يعني العظمه بتاعتك دي جواها في نخاع، النخاع اللي جوه العظمه، النخاع اللي جوه العظمه ده هو اللي بيصنع لي خلايا دم، الدم بتاعي عموما خلايا الدم كلها، وبيصنع كمان حاجه اسمها ايه؟ اسمها البلازما سيل، خلايا البلازما.
يبقى خلايا البلازما برضو بتتصنع جوه حاجه اسمها البولمرو. طب ايه خلايا البلازما دي؟ ايه لازمتها يعني؟ ولكن خلايا البلازما دي هي اصلا اللي مسؤوله عن ان هي تتحول، بص بقول لك ايه، بلازما سيل تيرن انتو بتتحول لحاجه اسمها الميلوما، ده بتحول للزياده في الانتي بودي. طيب مبدئيا عشان بس لو انت لسه الاول اديك معلومه الاول، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، بقول لك ايه، انا عندي البولمرو ده بيتصنع جوه حاجه اسمها بلازما سيل. البلازما سيل يا شباب دي خلايا اسمها خلايا بلازما. الخلايا دي يا اولاد مالها؟ بتصنع لي او ليها علاقه بتكوين الانتي بودز، الاجسام المضاده، تمام؟ طيب قال لك ايه بقى؟ يبقى هو ده الطبيعي بتاعنا، ان انا عندي بلازما سيل. البلازما سيل دي هي مسؤوله عن تكوين الاجسام المضاده، الانتي بودز. طب الاجسام المضاده ايه لازمتها؟ مناعه يا باشا، عشان لو حصل اي حاجه في جسمك، حاجه تواجه المشكله. طب قال لك ايه بقى؟ قال لك ايه الميلوما ده؟ ايه يعني ايه بقى ميلوما؟ قال لك ان ده كانسر بيحصل ايه؟ قال لك ان البلازما سيل تيرن انتو، يعني البلازما سيل دي اللي هي المفروض بتتحول او بتكون لي بقى ال اسمه ايه ده؟ الانتي بودز، لا ده بتكون لي انتي بودز بشكل زياده وبشكل ابنورمال. يعني بتصنع ايوه انتي بودز اجسام مضاده، ولكن اجسام مضاده مالها؟ مش نورمال، مش طبيعيه، دي ابنورمال وزياده مالتيبل، يعني زياده قوي. هو ده الميلوما. يبقى اذا الميلوما فهمها نخاع عظمي بيصنع حاجه اسمها بلازما سيل، والبلازما سيل دي المفروض هي بتصنع لي انتي بودز، ده الطبيعي. اللي مش طبيعي ان البلازما سيل تصنع لي انتي بودز بشكل زياده قوي، مش كنترول، يعني مش ان كنترول، يعني هي حاجه مش متحكم فيها، تمام؟ والانتي بودز اللي صنعتها دي ابنورمال مش طبيعي، تمام؟ هو ده شبه ايه الميلوما. طيب عندي برضو احدى انواع الكانسر حاجه اسمها الساركوما. يعني ايه ساركوما يا اولاد؟ بقول لك الساركوما ده نوع، يعني ايه، دي حاجه من انواع الكانسر ولكن الرير، يعني حاجه نادره لما بتحصل، ماشي؟ بس خلي بالك ان هي مالجننت، يعني حاجه خطيره وماشي. مالجننت تيومر، وانا عارف يعني مالجننت تيومر دلوقتي. طيب يبقى انا عندي في نوع من انواع الكانسر اسمه ساركوما، اربط ده في دماغك. الساركوما ده بيحصل فين يا اولاد؟ قال لك ان الساركوما دي ممكن تحصل في البون، في العظم، في الكونكتيف تيشو. ايه بقى يعني ايه كونكتيف تيشو؟ قال لك ان يعني ايه انسجه ضمه؟ احنا خدنا شويه الابيسيليا، صح؟ طب يعني ايه بقى ده نوع تاني من انواع النسيج في جسمك؟ حاجه اسمها الكونكتيف تيشو، يعني نسيج الربط او نسيج الضم او نسيج الضام. زي مين؟ قال لك زي الفات مثلا. ده الفات دي مش حاجه، الدهون دي احدى انواع الانسجه الضمه الكونكتيف تيشو. قال لك المصل، العضلات. قال لك البلد، ده كله انسجه ضمه. الفيزلز، بلد فيزلز، النيرف، الاعصاب، تمام؟ كل ده يا ولادي عباره عن ايه؟ انسجه ضمه كونكتيف تيشو. قال لك ان الساركوما دي ممكن تضرب لي الانسجه الضمه دي، تضرب الفات، الدهون، المصل، البلد فيزلز، النيرف، كل ده ممكن تضرب، ماشي؟ طيب الجوينتس، المفاصل، الساركوما دي خاصه بكده. قال لك خلي بالك بقى ان الساركوما دي احنا قلنا عليها رير، يعني رحمه ربنا ان هي حاجه ما بتحصلش كتير. قال لك ان منها انواع كتير قوي. قال لك حاجه اسمها الكابوزي ساركوما. يعني ايه كابوزي ساركوما؟ ده احدى انواع الساركوما من الكانسر، ما هو الساركوما دي اصلا كانسر. فقال لك الساركوما دي نوع من انواعها حاجه اسمها الكابوزي ساركوما. ده عباره عن ايه؟ قال لك ان هو عباره عن كانسر في الخلايا موجوده في الجلد او الميوكوس ممبرين. ايه ده بقى؟ الجلد احنا من شويه خدنا ان في حاجات في الجلد. جدع الكارسينوما اللي كانت بتعمل مشكله في الخلايا الابيسيليا، ممتاز. ده تاني حاجه برضه ناخدها هنا في الجلد اللي هو ايه؟ الكابوزي ساركوما. دي عباره عن كانسر بيحصل في الجلد برضه او الميوكوس ممبرين. يعني ايه يا اولاد ميوكوس ممبرين؟ يعني الاغشيه المخاطيه. طب يعني ايه مبدئيا كده عشان تكون فاهم برضو يعني ايه اغشيه مخاطيه؟ يعني ايه برضو ميوكوس ممبرين؟ انا مش فاهم. قالك ان الميوكوس ممبرين دي بتعمل ايه؟ بتبطل لي الجاسترونتستينال تراكت اللي هو القناه الهضميه بتاعتك اللي هو الجاسترونتستينال، تمام؟ من فين؟ القناه الهضميه عندك هي من فين؟ من اول الماوس لحد الانس، من اول الفم لحد فتحه الشرج، بتبطل بغشاء مخاطي، تمام؟ قال لك ان ممكن يحصل في الحته دي كانسر برضو. طيب قال لك ايه بقى؟ وبرضو الميوكوس ممبرين ده بيغطي مين؟ بيغطي الاستومك، المعده والانتستين.
قال لك ايه؟ طب قال لك الورم ده التيومر، يعني تيومر يعني ورم، الورم ده بيظهر ازاي طيب، او شكله عامل ازاي، النوع من الكابوزاي، الكابوزي ساركوما ده شكله عامل ازاي؟ قال لك والله بيبقى عامل زي الباتشز، بيربل باتشز، يعني عباره عن زي بوتش كده لونها موف اهو، بص الصوره اهي، او زي النوديولز، زي حاجه كده زي الحبيبات كده في السكن او في الميوكوس ايه ميمبرين. قال لك ان سواء في كده زي، بص شوف شايف النوديولز دي، شايفين المنظر يا ولاد، شايفين البوتش دي، سواء بوتش موجودة على الجلد اللي هو اصابة الجلد فيتلاقي فيه بوتش كده، او نوديولز، يا اما موجود ايه بشكل ايه، شوف يا ولاد ربنا يا رب يعافينا واياكم، او شكل نوديولز. تمام، يبقى الساركوما يا ولاد ده بيصيب ايه، بيصيب السكن او الميوكوس ايه ميمبرين. طيب تاني نوع من انواع الساركوما، يبقى احنا خدنا اول حاجه كابوزي، شاطر. تاني نوع ايوينج ساركوما، ايه بقى ايوينج ساركوما ده؟ قال لك بيضرب في البون يا باشا، بيضرب فين؟ في البون، في العظم، سواء بقى الاطفال او يا ولادي، شوف شوف كده. طيب تعالى هنا، تعالى بسم الله كده. تالت نوع من انواع الساركوما اللي هو السوفت تيشو ساركوما، يعني ايه؟ يعني ساركوما بتاثر لي على السوفت تيشو، الانسجه اللي هي السوفت. زي مين السوفت؟ زي الليمف فيزل، زي بلود فيزل، زي النيرفس، زي الفات، زي المصل، زي التنتون اللي هو الاوتار والاربطه والليجمنتس اللي هو الاربطه، كل الحاجات دي ممكن يحصل فيها كانسر. تمام يا ولاد، يبقى كده يا شباب خلي بالكم، بس احنا كده خلصنا انواع الكانسر. هنعيدها تاني على السريع، خدنا كام نوع من انواع الكانسر، شاطر. اول حاجه قال لك ايه؟ الكارسينوما، ممتاز. بيحصل فين الكارسينوما ده؟ في الايبيثيليا. طب والايبيثيليا دي موجوده فين؟ بتبطن حاجات كتير قوي يا باشا والله، بتبطن الاستوفاجس، الكدني، الليفر، كل الحاجات دي فيها ايبيثيليا، فممكن ده كله يحصل فيها ايه كانسر. تاني نوع من انواع الكانسر ايه؟ الليمفوما، ممتاز. ده اللي هو الجهاز الليمفاوي حصل فيه مشكله. تالت نوع ايه؟ اللوكيميا. اللوكيميا ده اللي هو نتيجه ان خلايا الدم حصل لها زياده في العدد، وفين؟ في البون مارو، يعني هو اللي هو نخاع العظم هو اللي بيصنع الكلام ده، وللاسف ايه عمال يصنع لي اماتيور وايت بلاد سيل، يعني خلايا دم بيضاء بس مش ايه مش نضجه، هو ده اللوكيميا. طيب قال لك برده ان انا عندي حاجه اسمها ايه؟ اسمها الميلوما. ايه الميلوما ده؟ والله بيقول لك ان النخاع العظمي صنع بلازما سيل، والبلازما سيل اتحولت لايه؟ لانتيبوديز لاجسام مضاده ولكن بشكل ابنورمال، فده مش طبيعي، ده الميلوما ده. وبعد كده خدنا ايه؟ خدنا الساركوما. قال لك والله الساركوما ده مالجننت، يعني اللي هو التيومر الصعب قوي، عارف اللي هو الورم الخبيث، الورم الوحش، الورم الخطير ده. بيضرب ايه؟ بيضرب ده بيضرب البون يا باشا، وبيضرب الكونكتيف تيشو بقى. طب يعني ايه كونكتيف تيشو ده؟ يعني والله بيشمل الفات بقى، الماسل بقى، البلاد فيزل، النيرف، كل ده كونكتيف تيشو. قال لك ان الساركوما منها كذا نوع. في كابوزي ساركوما اهو، قال لك في الايوينج ساركوما اهو، والسيفت تيشو ايه ساركوما. اخر حاجه ونقف لحد هنا في اول محاضره، بسم الله. قال لك انواع التيومر. طبعا التيومر ده اللي هو الورم اللي هو زياده في الخلايا دي، الخلايا اللي مش طبيعيه دي، انواعها ايه؟ قال لك والله انواع حاجتين، عندي حاجه اسمها تيومر مالجننت وتيومر بيناين. يعني ايه تيومر مالجننت؟ يعني تيومر خبيث. طب يعني ايه تيومر بيناين؟ يعني تيومر حميد، عارف لما حد لا قدر الله يكون شاكك والدكتور يقول له ما تقلقش ما تقلقش انت حميد حميد، بيناين. يبقى اول ما جاي مالجننت، ايوه شاطر، بيناين شاطر خالص. طيب ايه الفرق بين الاثنين؟ يعني قال لك والله ده الخلايا هنا الاستراكشر بتاع المالجننت، التركيب بتاع الخلايا الخبيثه او الورم الخبيث بتبقى ابنورمال مش طبيعيه، وليسيميلارتي يعني متشابهه بشكل قليل قوي مع النورمال سيل، دي خلايا ابنورمال. لكن البناين لا، ده لكن والله ده شبه النورمال سيل، خلايا طبيعيه، شبه الخلايا الطبيعيه. طيب قال لك ان النوع التيومر اللي هو المالجننت ده بيحصل له ميتوز، عارفين انقسام ميتوزي وميوزي؟ الانقسام الميتوزي بقى بيحصل له فيه انقسامات ميتوزيه، لكن بيحصل في البناين لا بشكل قليل فيه. طيب الجروس النمو، قال لك ان هنا في المالجننت انفيسيف، يعني ايه؟ يعني بيحصل زي غزو، الخلايا بتزيد تزيد تزيد تزيد، هو ده لا قدر الله يا اولاد الورم الخبيث، الخلايا بتاعته بتبقى انفيسيف، تحس ان هي كانها عارفه هجوم بشراسه، بتنمو بشكل شرس. يقول لك ايه ده؟ كان ده كان عنده ورم من الدرجه الثانيه، اتحول للثالثه، اتحول للرابعه. لان الخلايا بتنمو بشكل ايه؟ انفيسيف. لكن هنا في البناين بتنمو بشكل سلولي، ببطء. الجروس ريت، معدل النمو ايه؟ هنا سريع قوي، بسرعه بسرعه، ممكن تلاقي حد كان مريض
حاجه وتحول لدرجه اخطر. لا لكن بطيء تاثيره على الهوست هنا يعني بص بيبقى سيجنيفيكنت هارم يعني بيأذي بشكل خطير لكن سلايت هارم يعني اذى بشكل بسيط. الميتاستيزس معناها ايه؟ يعني بص عشان هناخد بقى الكلام ده شويه كده في المحاضره الثانيه ان شاء الله. الميتاستيزس شويه معناها النوع الخلايا ده هل ممكن او الورم في مكان معين هل يروح لمكان تاني؟ اه هو ده الميتاستيزس. يقول لك في المالجننت في الورم الخبيث فريجونس يعني ده غالبا بيحصل. يقول لك ايه ده كان عنده ورم خميس في المنطقه الفلانيه فجاه بقى عنده هنا وهنا 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 هو ده يورد الفريجونس اللي هو ايه ميتاستيزس فريجونس يعني بيحصل والله في المالجننت انتشار فظيع جدا في الورم ده. لكن في البنايت الحمد لله نون ما بيحصلش. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا ريت تدعمونا بلايك وشير. والسلام عليكم.